روح يا يوم، تعال يا يوم. الا ايش؟ التلفون برن. طلعت احمد. ايه، السلام عليكم. كم السلام حسن، شو الاخبار؟ كيف الحاله احمد؟ كيف انت؟ الحمد لله. قال يا زلمه بدي اسالك هيك سؤال صغير، ان شاء الله انك بتقدر تساعدني. في تاجر من عندكم من الخليل، تاجر ذهب ثقيل ثقيل، بده يفوت معي شريك. ايش؟ فوت مع شريك بيش؟ وعارض علي مبلغ كثير كبير، ويعني بده يفوت مع شريك. صفنت انا هيك، قلت له ان شاء الله انه يعني بسالك. استنى 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 استنى، التخمت انا صراحه. يا اخي كل اللي بدي اسالك سؤال، انا وشوي محرج، انت عارف انا مش حشري يعني، بس اثار فضولي. متذكر انت السنه اللي فاتت تقريبا بهاي الايام، مثل هاي الايام رنيت علي وكان الوضع عندك صعب كثير، ويعني فعلا بدك مساعده يعني عذرا اذا فيش فيها احراج. تحكي لي طب كيف هيك يعني؟ ما شاء الله يعني شغل وذهب ومشروع، يعني كيف هيك صار؟ إذا فيها شيء. فقال لي يا حسن هذا موضوع أشبه بالخيال، وأنا عن نفسي لعند هاي اللحظة ما قادر أستوعب قوته. اسمع علشان تفهم إيش بدي أقوله، وأنتو كمان خليكم علشان تفهموا الموضوع منيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. لو كانت هاي أول مرة فيها بتشوفوني، فخلينا أخبركم إن أنا حسان بدران، محتوى شبيه بهذا المحتوى. فهي القناة بحاول إني أوصل من تجاربي ومن اللي أنا قرأته وبعرفه واستفدت منه، على أساس مثل ما أنا استفدت كمان أنتوا تستفيدوا بإذن الله تعالى. بدي منكم تشتركوا في القناة علشان دائما توصلكم الفايدة، وتطوروا من نفسكم وتغيروا من حياتكم بإذن الله. لكن في كمان طلب، لا يكفي نهائيا إن نكون مشتركين في قناة علشان نشوف فيديوهات. بتعرفوا هذا الاشي لأن القنوات في عندها كثير فيديوهات، وانتو كمان مشتركين في كثير قنوات، واليوتيوب كمان وفيسبوك يقترحوا فيديوهات اخرى، فلذلك بتضيع القصة وما بتشوفوا. افضل طريقة انكم بتفعلوا زر التنبيهات هذا اللي على شكل جرس هيك، بتفعلوه هناك وبتحطوا الكل انه يوصلكم، هيك بيجيكم اشعار كأنه حسان بعث لكم رسالة، ها بدي انزل فيديو، ادخلوا شوفوه. هاي افضل طريقة، فحالا حالا اشتركوا اذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات اي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. القصة كالتالي، أحمد قبل سنة تقريبا اتصل فيي، واتصل فيي أكثر مرة، وأنا كنت في ظرف مش كثير ظابط أني أرد عليه، لكني أنا رجعت له. بعد ما سلم علي إلا فترة مش حاكين، قال لي حسان جيت في بالي وما في غيرك أوقف معي. تفضل أخوي أحمد. قال قبل لا أقولكم إيش قال وإيش اللي صار، في سنة 2018 حكي معاي أحمد وكمان شريكه على أساس نلتقي ويأخذوا مني استشارة تسويقية لمشروعهم اللي هم بادين فيه حديثا. وكان هذا المشروع هو عبارة عن مشروع صغير، شمع اللي بنصب فيه الذهب، يعني الذهب هذا اللي بتشتروه أنتم من المحلات ما بيمسكوا الذهب ونفسه بيشتغلوها، لا، أولا بيشتغلوا قالب شمع وبعدين بصبوا فيه الذهب وبطلع على نفس الشكل. فكان مشروعهم بسيط على أساس أنهم يجهزوا الشمع، فن من عندهم وأفكار، وبعدين هم يبيعوا الشمع للمصنعين تعني الذهب، وبثمن هذا الشمع يطوروا شوي شوي. يعني الموضوع أنهم ما بيشتغلوا هم بالذهب، يعني هذا المستوى ما واصلينه هيك، يعني شباب بدهم بس أنهم يمشوا حالهم من خلال شمع الذهب. لكن كان عندهم إصرار عظيم، التقيت أنا فيهم وأعطيتهم اقتراحات وأشياء، واستمروا ما شاء الله أحمد وشريكه، وتطورت الأمور وما تخيلت هيك، مشت معهم وزادت وزادت وزادت، لدرجة أنهم جابوا ماكينات غالية ما يقارب الماكينات 100,000 دولار تقريبا، وكمان جمعوا من تجارتهم شغلهم كمان 100,000. أما 100,000 اللي حق الماكينات ما دفعوها نقدة بل أقساط، يعني التجار أصحاب الماكينات المصانع اللي باعتهم الماكينات هاي بتأخذ بالتقسيط سنة سنتين ثلاث، وكمان في بإيديهم 100,000 دولار بيقدروا يفعلوهن وشغلوهن بالسوق ويكتسبوا منهن، صار عندهم ماكينات وعندهم رأس مال 100,000 دولار. أرجع لكم ليوم ما أحمد رن علي في سنة 2022، احنا التقينا 2018 ما شفته من حينها، ولكن علاقتنا هيك من بعيد لبعيد طيبة، يعني احيانا الرسائل شيء. ثم في 2022 في شهر 9 سنة اللي فاتت مثل هاي الأيام رن علي مثل ما بقول لكم، قال حسان ما إليش غيرك، أرجوك وقف معاي. قلت له إن شاء الله أني بقدر. إيش كيف أخوي أحمد، شو مالك، شو الموضوع؟ قال شريكي سرقني، سرق 100,000 دولار مني وباع الماكينات، هو مخول في الشركة كشريك إنه يبيع، وأنا وضعي إذا بستمر أيام هيك رح أبيع بيتي وسيارتي وأصفى أنا وزوجتي وأولادي في الشارع، انتهينا خلصنا. يا وردي يا أحمد. قلت له أحمد بدي أحكي لك شيء صغير،
أنا أقسم بالله العظيم إني في هاي الأيام سرق مني متعهد إنشاءات بناء، سرق مني مبلغ اللي رجعني، يعني ما عارف كيف أقول لك، أنا في ظرف صعب. أنا والله يا أحمد حالتي ميسورة في كل حياتي، إلا أني في هاي الأيام بعاني في موضوع أنا سرقت سرقة بحياتي ما تخيلت أن نسرقها، وأنا مش فاهم كيف انسرقت. سرقت يعني مش انسرقت أنه أنا اتفقت أنا وياه يعمل لي مثلا بيت يبني لي وبعدين مثلا بنا بشكل مختلف، لا السرق أنا أعطيته مصاري يعطيهن لحدا وحطهن في جيبته وراح. فمش عارف شو أقول لك، أنا حاليا فعلا أنا نفسيا وماديا يعني بوضع صعب أحمد. قال بارك الله فيك، قال حسان 100,000 دولار، أنا ضحيت أنا بيتي وسيارتي بيجيبوش 100,000 دولار، أنا وأهلي راح نصفى بالشارع. يا الله شو أعمل أنا هسا، والله ما رجعت سألت من خجلي ومن خوفي كل إن أنا ضعت وتدمرت مليح. ما بقولكم إن أنا ظلتني واقف أسأل، قلبي كان معه لكن ما كان عندي الجرأة إني أنا أسأله. مشت هالأيام، ما بعرف إيش صار مع أحمد، برجع لي بتلفون هذا المدمر اللي في الشارع، خلاص انتهى يعني الماكينات لازم يدفع ثمنها، استكلكم شريك وهرب برا البلاد، يعني 100,000 دولار راحت وثمن الماكينات الله أعلم كديش باعهم، 80-70,000 دولار المهم، يعني ترى هو جايبين مبالغ عالية، وراح انتهى هرب. مثل ما شفتوا برن أحمد بكل شريك من الخليل بملايين وتجار الذهب، أي ذهب أنت مالكش على الذهب. فقال اسمع حسان، أنا بعد ما اتصلت لك خلاص، اتصلت بكمان أكثر من حدا، والله منهم ما طلبت قد ما طلبت منك، طلبت منهم أشياء بسيطة بس أمشي أموري للأكل والشرب فقط، على بين ما بيع البيت لو صفيت في الشارع، أنا بدي أسدد اللي علي للتجار لهذول صاحب المصانع، وطلبت أشياء بسيطة والله، طلبت من واحد 1,000 دولار، أطلب من واحد هذا 500 دولار. قال لي مع أنه ما ظل كلياته مكراب، ليه هيك بصير؟ ما بكسر مع حدا، شو اللي بصير؟ جلست في المسجد وبين اللحظة والثانية خلص بدي أعلن عن البيت والسيارة. صليت العشاء وقعدت في مكاني، صفنت هموم الدنيا كلها علي، ولو حلم حياتي، أنا طول حياتي بتمنى أن أوصل لهيك مرحلة، ومن 2018 قدرت أحط رجلي الأولى، ومن 2018 لآخر 2022 ما يقارب 5 سنين وأنا بذل روحي ودمي علشان أنشئ مشروعي أنا، وهيك صير؟ ولو شريكي أقرب الناس أنا وكنت أعتبره هذا أخوي، ولا وتخيل أولادي، والله أنا براسي بس أولادي على الرصيف ولا زوجتي طيبة، يعني إيش اللي بصير؟ أهلي حياتي، إلا واحد بحط يده على كتفي. طلعت زلمة بعرفوش نزل على ركبي، السلام عليكم، معكم السلام. قال إيش في مال خي؟ قال لي أنا مستني على نكرة حدا يسألني، لأني لا ساخي ما مسترجي أقول لا لأخو ولا لقريب ولا لصاحب، لأنه كلهم رح يقولوا لي حمار، أنت حمار، هيك بصير معك. قال لي أنا ما بديش حدا يجرحني، أنا اللي فيه مكفيني، بس بدي أحكي لمين أحكي؟ فحكيت له من طقطق للسلام عليكم وعني ملانات دموع، حكيت له ما بعرفنيش. فكم قال لي اسمع، ده أنصحك نصيحة تمشي عليها بحذافيرها، بتقوم الليل زي الفرد ليلي. فقلت له والله ما مقصرين من دعاء ومن، قال له سيبك من هاي القصص كلها، أنا بقول لك هسا قيام الليل. قال له ما كذبتش، خبون عندي غير هاي القصة النعمة، ما أنا ضايع، ما أنا متدمر. قال له مهلت نفسي أسبوع، يعني إيش أقوم الليل وخلال الأسبوع نشوف كيف منبيع البيت، هل سعر أغلى؟ متعرفين حتى الإنسان المضطر حطيت بيتك تبيعه، إن كان الناس كلها بتبيع ب70,000 أنت بتبيع ب50 لأنه الكل بده يستغلك. فقال ده أعطى حالي مهلي، والله بلشت ثالث يوم رابع يوم برن علي واحد من اللي طلبت منهم 1,000 دولار. قلت يا فرج الله، يعني بجوز ده يعطيني 1,000 دولار. أحمد شو الوضع كيف الحال؟ الحمد لله، شو وينك؟ قالوا جاي عليك. أجا شو الأخبار؟ احكي لي شو الموضوع. كل حكيت له، قالوا عشان هيك طلبت مني 1,000 دولار؟ قالوا آه والله. قالوا أنا جايب لك 30,000 دولار بالشنتي، خذهم فك ضيقك فيهم، وانت ما رجعت لي اياهم بترجع. قال لي الدنيا ضوت بوجهي، ايش هذا؟
اللي فهمت ما احترتش كثير ليش وكيف، شو هالزي السحر شو هالخيال. بس القيام قال لي بدأت زي الفرض استنى الليل عنار عنار عنار. يجي الليل أبدأ قيام وظلني للثلث الأخير. أخذت 30,000 أعطيت قسطات من القسطات اللي علي ولا واحد بلاكيني. إيش شغلك كيف الحال؟ الحمد لله اللي تشكل الخلق كلهم أنا. اللي هو بقول لي أنت ليش هنا شغلك يا زلمي؟ أنت ما تطور من تجارتك وشغلك يطلع على السعودية. هلا يا زلمي شدك؟ قال له السعودية من الذهب يا زلمي، أم التجارة بهاي الأمور والشمع بيمشي غاد مثل الحلاوي. بقول لي جهزت الفيزا تأشيرة دخول أخذتها لثلاث أشهر، تركت زوجتي وولادي بدي أنقذ نفسي من كل هاللي أنا فيه، وطلعت حملت هالشمع معي اللي احنا مصنعينه من قبل. بظل الشمع مرمى في المحل، سرقني شريكي بس ظل الشمع محله، خدته حملته وطلعت. نزلت هناك حدا من معارفي بس خبرته، يعني طول عمرنا معارف وبنزل عمرات كلي وبروح مرات الزيارات وباجي ناس عادي. ايه اللي هذا الزلمه بس خبرته لو بقول له وين نازل؟ قال له بدور على بيت الاجار. قال له ليه بيت اجار؟ عيب عليك. شو عيب؟ طول عمري بنزل. عيب عندي، انا عندي بيت بعطيك اياه وفي سياره ملناش فيها حاجه. ايه يا كرمك يا رب شو اللي بصير؟ كل اللي اعطاني بيته وسياره وقال لي وين انت ما بترجع هنرجع ماليش حاجه فيهن. بكل ولف بالشمع افوت على المحلات ما حدا بده. يا عمي الشمع حلو بمشيش يعني مش حلو. ما كل اللي عند ما فوت عند واحد يعني ما صايغ في هذا صاحب اللي هناك قال له شوفه يعني وثق من طرف من انا. قال لي تعال حبيبي تعال يا عمي. يا عمي انت هذا اللي بتلف فيه هذا البلاستيك هذا الشمع مين بده ياخذ فيك يا زلمه بتلف بالشوارع؟ الناس بتطلع على معارض في الصين بتطلع على معارض في تركيا. قال له ما انا نفس الشيء انا كان عندي انا مصنع مني ومعرض في تركيا. قال له الناس بتيجي عليكم هناك بيختار هو بصمم هو والماكينات عندك وانت بتعمل له الرسم عن طريق الكمبيوتر واللي بيختاره جاي تلفين على المحلات يا عمي. قال له طب شو بتنصح نعمل؟ قال له الذهب نفسه احمله ولف فيه وقتها انواع انواع كولتك. قال له بس انا معيش. قال له خد لك هالاكم من هاي لف فيهن ما انت من طرف جماعتنا يعني يعني موثوق فيش مشكله خذهن وترجعهن لف بتبيع لي برضه ومنترزق. قال ما كذبتش خبر حملت لف لف لف. يا عم المحلات كلها نفس الاشي فيها نفس هذا الذهب فوت عليه طلع لك ايه نفسنا يعني هذا الصايغ اعطاني شيء اصلا منتشر في كل هذا. لا انت ما فتت عند واحد في كلب مول مجمع تجاري قال لي يا عمي هذا عندنا منه هات انا اوريك عندي صوره لنوع ذهب مش عارف احصل عليه وعليه طلب كبير هذا هو. قلت له والله ما اعرف يعني ما شفتوش من قبل اما ان شاء الله اني بلاك. طلعت من عنده. المهم كنت اعرف انا في واحد بمنطقه ثانيه زلم منطقه ثانيه كان جاي عندنا على المعرض على اسطنبول بس ما اتفقنا يعني ما اخذ منا ما عجبه الشغل فقلت اروح ازور اسلم عليه ما بعرف غير اسمه هو بعرفش اسمي يعني مش متذكر جزء متذكر بس انه اسمي احمد هيك. دخلت عنده السلام عليكم مصنع ذهب يعني كيف الحال وحكي هذا. قلت له اليوم انا بشتغل في تجاره الذهب وبعرض على المحلات وهيك يعني ما قلت له ان انا مدمر ولا شيء بس قلت له انه ان انا غيرت من اني بس شمع هسه بعطي للمحلات وهيك هات اشوف بضاعتكم. فالمصنع وراه هيك كم قطع ذهب اوبا هاي اللي سالت عنها الزلمه تبع امبارح اللي في المول سالني عن هاي وكان لي باخذ. كل سكت شوي قلت له تعطيني من هاي القطعه نص كيلو. بكل اقسم بالله انه اطلع علي تطلع رفع راسه شفت المسبيه شفته دي سب امي اشكر الزلمه بده هسه يكشطني قشط. شو انت شايفني سطيله توقع يعني عن هي هيك انا لو واحد يجي يفوت علي يخش علي انا وهذا وكل ناول نص كيلو بدي اطلع فيه هذا عندي واحد يشتريهن شو انت شايفني هبال انا اول مره بشوفك يا زلمه انت مين انت نص كيلو ذهب هذول مش نص كيلو خيار. كل رفع عينه والله شفت المسبيه بدها تطلع اطال النظر بكل شيء كانه همس في اذنه لهذا المصنع والله كانه كان له اعطيه. كل اطال النظر قال له ولا يهمك تفضل. كل انا حملتن ارجع لورا رجوع مش مصدق حملتن نص كيلو 500 غرام رحت عند هذاك الزلمه
الزلم هذاك مباشرة أخذ منه 300 جرام منهن. على كل جرام منهن أنتوا بتعرفوا كيف الذهب بينشغل؟ الذهب بتعطي ذهب وبتأخذ ذهب وبتأخذ أجرة، أجرة عمل المأجورية تبعته. يعني عشان أوضح لكم إياها، أنا اليوم معاي كيلو ذهب، روحت عند الصايغ على المحل قلت له تفضل هاي أنواع ذهب هيك وسحبات وكياما وعجب بيهن، الزلمة بده يأخذ كيلو مباشرة، بيطلع من عنده كيلو مكسر اللي أنت بترجعين للصايغ أو جاي بتبيعهن، بيطلع من عنده كيلو مكسر بيعطيني إياهن وبيعطيني مأجورية هذولك على كل جرام 10 دولار، 8 دولار، 7 دولار، على شو بتتفق أنت وياه بيع وشراء تجارة. لكن في كيلو على كبالهم بيعطيك أو 300 جرام، فبقول لي 300 جرام أخذهن، أعطاني 300 جرام وأعطاني على كل جرام 8 دولار، فأنا حملتهن أعطيت الزلمة 3 دولار على كل جرام، وأنا أخذت ما تبقى اللي هني على 300 جرام 5 دولار ظل، أنا أخذت 1500 دولار. قال لي إيش هاي السرعة اللي أنت فيها؟ ما نزلت اللي أنت راجع لبايعين كيفك؟ قلت لك أنا بتسوق يا زلمة، ما حدا مش راح حدا يجيبني. قال لي طب اسمع اسمع اسمع، تنزل بكرة تأخذ كيلو وتنزل تجرب حظنا؟ قال له فيش فيها تجربة بإذن الله تعالى. كل نزلت اسلخ بعت، ثاني يوم ثالث يوم وقفت كل شيء في حياتي بس معاه بشتري. قلت له أنا وياك اجرى عجرك، بلشت أنا وياك. قال لي حسان اليوم شنتتين بطلع فيهن يوميا، كل واحد فيها كيلتين ثلاث، يعني ما يقارب 4 ل6 كيلو يومي بطلع. قال لي كل الدين كل اللي علي سديته، فتحت شغل مش طبيعي، دخلي فوق ما أنا كنت أتخيلوني أساسا أيام الشمع. تخيلت أصلا إني أنا أدخل في الذهب، أنا واحد تبع شمع، أنا بتطلع على تبعين الذهب هذولا هيك إنهم شيء أسطورة، أما اليوم تبعين الذهب والزلمة تبع بلدكم تبع الخليل التاجر بترجى رجاوي إني أشاركه، بترجى انه يفوت انا وياه بخط عمل في الذهب، وانا اللي محتار وجيت اتصل لك ايش رايك. وهسه هون انا بدي اقول لكم، احنا يا بنت خالتي ويا بنت خالتي، احنا الموازين، احنا المقاييس اختلفت في حياتنا، احنا بنسمع وبنعرف ومعظمنا متاكد وممكن انه الامور في ايد حدا، بس احنا بنركض لحدا ثاني إنه الحل هون، بس إحنا هون. الله سبحانه وتعالى في صريح الآيات بيقول إنك أنت ستتغير حياتك ورح أنت تنتفع كثير إذا قمت الليل. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه يخبرك بإنه قيام الليل شرف المؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم شوف 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 واعلم ما حطنش معاها، واعلم شيء لحاله أن شرف المؤمن قيامه في الليل. يا الله كيف؟ اسمع جبريل بيكمل وافهم لحالك، وعزه استغناؤه عن الناس. يعني ضوى عندك شيء هيك، برك عندك شيء، شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وبتنتبه يعني شيء غريب في الآيات اللي بتحكي عن قيام الليل كلها فيها شيء له علاقة في التربية النفسية، كأن الله سبحانه وتعالى بده يقول لي وبده يقول لك إنه قيام الليل ليس فقط عبادة بل تربية. وإحنا فينا مشكلة، كلنا مستعد الواحد فينا ينطر على باب مسؤول من المسؤولين من السبعة، وعلى فكرة أنت عارف ليش راح من السبعة؟ بس علشان ما يضايقش المسؤول، ولا إن كان من الأربعة من الثلاث الصبح واقف هيك يا أبو فلان وأنا بحياة الله جير طلع عليك يا أبو فلان جير طلع، مستعدين وتروح تطلب حاجتك ولا تودي ولا تودي المرة ولا تودي قريبك، احكي معه الله يخليك، خليه يرتب لنا، خليه يزبط، احكي معهم عشان العلاج وعشان والولد ولها، فيش حاجة تروح على مكان. الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزل يليق بجلاله، اسمع فيقول يا جماعة الخير، حدا بده شيء؟ في حدا عنده مسألة؟ في قصة إشي حدا بده أحل له إياها؟ في حدا عنده ذنب بده أغفر له إياه؟ يقول يعني يحكي معاي،
اسمع الله سبحانه وتعالى تماما هيك بيقول بس بالكلمات اللي هي اللغة العربية المرتبة بدي أقول لك إياها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكمان من أمتع ما يكون الآيات اللي بتحكي عن قيام الليل وبتفصل تفصيليا شخصية نوعية هاي الشخصية اللي بتقوم الليل. شوف كيف بتربط بين الصفات بين التصرفات تبعتها، قديش إنها شخصية قوية وهادئة وبين قيامها في الليل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صفاتهم شوف يعني بتنتبه أشكرا إنه القيام له علاقة بالصفات بالروح النفسية بالتصرفات في الحياة، ضابط كأنه: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، باكج تيجي هيك رزمي وحدي كليات أخلاق طيبة صفات حسنة وهيك بيعملوا. لذلك بإذن الله تعالى يا ابن خالتي ويا بنت خالتي من بعد اليوم ما رح نفرط في إننا نتجه للاتجاه الصحيح، ما بدنا إن نكون ناس مخربطين ومش عارفين يميننا من شمالنا، نتوجه لحدا بيستاهلش واللي بيستجيب لنا وبيعطينا إحنا مهملين إننا نتوجه له. في برنامج حياتنا لقيام الليل رح تكون حصة، ما رح نهمل هذا الموضوع، رح نجتهد دائما إننا نتطور، ممكن نبدأ بالقليل ثم نزيد ثم نتطور ثم وثم وثم، لكن ما رح نغفل ولا نتنازل عن هذا الخير والفضل العظيم اللي اسمه قيام الليل. بتمنى انكم استفدتم من الفيديو وما بتنسوني من دعائكم. سامحوني اذا كان عندي هون ولا هون خطأ. شاركوا الفيديو مع اصدقائكم في مجموعاتكم لو عجبكم، خلي الخير يعم باذن الله تعالى. ولو كنتم من قبل جربتوها وغيرت في حياتكم ارجو انكم في التعليقات تذكروا هاي المواقف، فانا بحب اسمع منكم واستفيد، وكمان الناس بتحب تسمع من بعضها ويعم الخير باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.